مشاهدينا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده ولقاء متجدد من زينه وطعم البيوت على شاشه القناه الثانيه تلفزيون المصري. نرحب بحضراتكم على مدار ساعه ونص مع فقرات بتهم كل فرد من افراد الاسره المصريه. اهلا بيكم معانا النهارده لقاء الخميس، ومعايا رباب. ازيك رباب؟ اهلا، ازيك يا نيفين، واهلا بكل مشاهدينا. فعلا على مدار ساعه ونص هقدم لكم الجديد في عالم الاسره وكمان عالم المطبخ، واكيد هنتعرض لمجموعه من القضايا اللي موجوده في مجتمعنا. خلينا نسال نيفين في البدايه، معاكي ايه؟ الحقيقه دايما بيقولوا زمان كنا بنسمع نفس الامثله دي يا جماعه، برد الصيف احد من السيف، صح كده؟ كنا بنسمع اجدادنا بيقولوا، وكمان الخبراء كمان بيقولوا هذا، يعني نقول المصطلح ليه؟ لان فعلا في الصيف دايما بنشغل المكيفات والمراوح وبنتعرض لدور برد، ودايما اي حد فينا بيجرى له العرض ده بنقول الله انت عندك برد في عز الصيف، وبالتالي نتيجة سلوكيات أكيد خاطئة يا جماعة. نخرج وندخل من السخن للسائع، ولكن في بعض الأحيان يعني بيختلط علينا الأمر، هل ده عرض من أعراض مثلا نقول كورونا؟ في ناس كتير جدا الحقيقة بيختلط عليها هذا الأمر، وبيصيب للأسف هذه النزلات البرد اللي في هذه الأيام بالتحديد الصدر. النهاردة معانا رئيس قسم واستشاري وأستاذة والحقيقة في هذا المجال، مجال الصدرية، وهنشوف يا ترى الأسئلة بتاعتنا دي إن شاء الله هتشفي صدوركم. عندنا أسئلة كتيرة خاصة في هذا الأمر، وماذا عن تعديل سلوكنا وخاصة في فصل الصيف القادم والقادم إن شاء الله. عندك إيه؟ طبعا موضوع مهم جدا وموضوع مقلق، وطبعا جداً. مع تطور وجود الكورونا بقينا بنقلق، ويا ترى في ايه؟ برد عادي صح. وفعلا برد الصيف زي ما انت قلتي فعلا من زمان بيبقى اقوى حتى من برد الشتاء، ففعلا الموضوع مهم، واكيد هنعرف منك مجموعه اكيد من المعلومات. كمان معانا النهارده موضوع يمكن كتير بنتعرض له في بيوت كتير من الأسر المصرية، هنقدر نقول يعني ظهر في الأجيال الجيلين تقريبا، بنشوف الطفل أو الطفلة داخل البيت حركته كتيرة، فكان دايما يعني يقال قبل كده ده عنده شقاوة، شقاوته زايدة، طب نلعبه رياضة علشان يخرج الشقاوة دي في شكل الرياضة. لكن مع التطور العلمي زي ما كان في تطور لحاجات كتيرة، قال لا، الموضوع ما بقاش مجرد انه عنده شقاوة زايدة أو كده، لا، ده بقى عنده ما يسمى بفرط الحركة. طيب يا ترى الموضوع ده موضوع مرضي؟ الموضوع ده له أسئلة كتير هنحاول نتعرف عليها ونشوف إيه موضوع فرط الحركة، وإزاي أعرف طفلي عنده فرط حركة ولا شقاوة طبيعية. كل ده أكيد من خلال فقرتي معاكم، لكن نيفين أكيد عندها موضوع تاني. أكيد برضو كلنا بنكمل بعض على فكرة الموضوعات، لكن إحنا دائما وأبدا بنحب نشجع فتياتنا، ومع يعني اتجاه الدولة والقيادة السياسية وجميع يعني نقول الجهات المعنية اللي بتهتم وبترعى المرأة، بنلاقي مش نسائنا فقط كمان أخذوا هذه الجرأة وبدأوا ينزلوا عشان يشتركوا في المشروعات الصغيرة متناهية الصغر، لا، كمان الفتيات. فتيات طبعا اتجهنا في الفترة الأخيرة بعد سوشيال ميديا ما توسع وكده، بدأنا بنحس ان في مهارات خرجت، وبدأنا نشوف الهوايات بدأت تتجه أيضا لشيء فعلي، وبدأنا نشوف فتياتنا. لكن النهاردة عندنا نموذج مشرف أكيد لفتياتنا ومشجع في نفس الوقت. هنشوف النهاردة معنا طالبة في كلية الحقوق، حقوق عين شمس، عندها هذه المهارة في صنع نقول يعني المصنوعات اليدوية، بس بالتحديد الشنط. يا ترى إيه بالظبط، وصلت لإيه أو ناوية تعمل إيه، وإيه الخامات الجديدة، وتخش على الخطوط الجديدة ولا لأ، وإزاي بتسوق، يا ترى دخلت الدورات التدريبية في هذا الأمر ولا لأ. عندنا كتير موضوع مهم، وزي ما عندنا مهارة يدوية في صنع الشنط، كمان عندنا مهارة يدوية في المطبخ، وده أي ست مصرية عندها تميز في المطبخ. طبعا بعيدا عن بعض الناس أو النماذج اللي في الأجيال اللي بتقول أنا ما بعرفش أطبخ، لكن معانا بقى احنا هنعلمهم يعني إيه الطبيخ بمعنى الكلمة. وأكيد معانا الشيف إيميش الباية، أهلا وسهلا بيكي معانا. أهلا بيكم وكل السادة المشاهدين. يا ترى النهاردة بقى هتقدم لنا إيه يعني؟ النهاردة هنعمل أكلة إن شاء الله تكون يعني طبق رئيسي في العزومات، وفي نفس الوقت بيكون سهل جدا، ممكن نعمله بشكل هيلثي، يعني شكل ممكن نقول عليه سعراته الحرارية قليلة، وفي نفس الوقت ممكن نعمله ونزود فيه الدهون، يعني بينفع لكل يعني المزاجات. هنسيبها فزورة بقى. ايوه هايل يا ايمي، واكيد مين عندها اسئلة كتير هتحاول تعرفها بس بعد فقرتي معاكي ان شاء الله. يلا بينا نبتدي. مشاهدينا دلوقتي هسيبكم نخرج لفاصل ونرجع مرة تانية مع نيفين، واكيد عندها موضوعها مهم جدا وحاول نتعرف عليه من خلال لقائها اللي جاي، خليكم معانا. اتكلمنا كتير في الفترة الأخيرة بالفعل ومع قدوم الصيف،
بدأنا نشعر إن في نزلات برد بتجيلنا كتير، ولما حد بيصاب داخل الأسرة الكل بيحدث ليه هذه الإصابة، ولكن مع ارتفاع الحرارة هنا مكمن التساؤل أو مكمن الخوف شوية أو القلق، يا ترى دي كورونا ولا يا ترى ده دور أو عرض وهيختفي. ولكن احنا دلوقتي بنهتم أكتر بمنطقة الصدر يا جماعة، لأن في ناس كتير بتعدي عليها نزلات البرد وبتعدي، سواء بتاخد أنتيبيوتيك أو بتاخد أي حاجة تانية هي بتاخدها، والموضوع بيعدي ولكن بيسيب أثر في الصدر مما يؤثر بعد كده على حياته المستقبلية وصحته بالتالي. احنا عندنا تفصيلات خاصة بهذا الأمر، وماذا عن أدوار البرد اللي بتصاحبها ارتفاع الحرارة، وإيه الخطوات اللي احنا لازم نعملها، وإزاي نتأكد إن الصدر خالي تماما، وإمتى نعمل أشعات، لأن برضو في عليها أسئلة كتيرة كلنا بنسأل فيها. معنا النهاردة الأستاذة الدكتورة رضوى الحفني، أستاذ رئيس قسم الأمراض الصدرية جامعة الفيوم. طبعا نرحب بيكي معانا. اهلا بحضرتك. زي ما قلت هذه المقدمه، وبالتالي يعني اكيد احنا حاسين بالقصه، وعند حضرتك وعندي وكلنا في البيت، يعني ماذا عن هذه الاصابه فصل الصيف، ويا ترى احنا ممكن نتصرف ازاي معاها؟ بصي، هو حضرتك الدور البرد عموما لما بيجي بيبقى في الصيف طبعا اعراضه اخف كتير بالنسبه للشتاء بحكم يعني التهويه والانتشار وحاجات كده، بس هي الفكره كلها ان احنا دلوقتي مع وقت الكورونا بقينا نعمل حساب ان هو لا، ده مش دور برد عادي، خصوصا ان هو الاعراض بقى ممكن تبقى مختلفه شويه، يعني البدايه تبقى متشابهه كدور برد عادي زي ما حضرتك بقى ممكن من التكييف نسبه الرطوبه الكلام ده كله، بس لو الاعراض بدات تدخل بقى في سكه تانية لا، نبدا بقى نحط اعتبارات اخرى. اول السكه التانية دي اللي هي بتبقى مقلقه طبعا يا دكتور رضوى، قصة ارتفاع الحرارة هو ده اللي بيخلينا ننتبه. بالظبط كده، ارتفاع درجة الحرارة، وده مش منتشر في دور البرد اللي هو العادي. لا، دخلنا في مرحلة ان احنا ممكن تبقى انفلونزا، ممكن تبقى امورها مختلفة شوية. حاجة تانية برضو، لما يبقى في اعراض جهاز تنفسي سفلي بمعنى كحة، دخلنا في ضيق في النفس، يعني مش مجرد اعراض بتاع الجهاز التنفسي العلوي اللي هو رشح وسيلان وجفاف في الحلق، لا الحاجات دي برضو بالنسبة لنا أعراض برد عادية، بس لو ما تحسنتش لا، نبدأ نشوف في أسباب أخرى، في حاجة تانية مصاحبة للدور اللي هو البرد العادي ولا لا. برضو ارتفاع الحرارة، ما هو ده اللي بيخلينا ارتفاع الحرارة مع جهاز تنفسي سفلي. طبعا احنا عشان مش متخصصين في قصة الجهاز التنفسي السفلي، وبعدين بنلاقي بعد كده مشاكل وكارثة في الصدر بعد فترة، ممكن نصاب بعديها يعني تعدي شهور ونصاب مثلا بكورونا أو نصاب بنزلة برد، ونبتدي نحس سدنا ما بقاش طبيعي، إيه المراحل اللي عدت بينا دون أن ندري أن في كارثة إحنا بنصنعها من غير لازمة، يعني إيه الخطوات؟ طيب خليني أقول لحضرتك، إحنا عندنا جهاز تنفسي العلوي اللي هي أعراضه بتاعة الأنف والأذن والحنجرة، خلاص، فهي أي أعراض بقى، احتقان في الحلق، سيلان، وجع في الودان، المنطقة دي عندي دي جهاز تنفسي عالي، فلما تيجي أعراضها ما بقاش يعني بداية دور برد، بس وانس وصلت للجهاز التنفسي السفلي اللي هو بقى ليه علاقة بالرئة، اللي هو في كحة، في بلغم، في ضيق في النفس، في ممكن تزييق بنسمعه، كل دي كون ان انا والاثنين وارد ان هم يبقوا مرتبطين ببعض قوي، بس انا العادي دور برد ما بينزلش جهاز تنفسي سفلي، بس لو نزل ممكن يبقى حد مثلا بدايات دور حساسية، ممكن لو الموضوع استمر لا، محتاجين بقى يعني نستشير الطبيب، بس مش العادي ان انا دور برد عندي يطول قوي كده، يبقى في حاجة. في ناس على فكره الشكه بتاعت الزور او الالم زي ما حضرتك بتقولي بالحلق برضو بيبقى بينم عن دور تاني للبرد مختلف عن السيلان اللي حضرتك قلتي عليه او في كحه. برضو السؤال الملح، امتى هنا اتجه اعمل اشعه على الصدر، ولا لازم بامر من الطبيب لان هو بيبقى عارف بالكشف انا محتاجه ايه؟ بصي حضرتك، احنا دور برد في الاول خالص، اول يومين انا حسيت ببدايه دور برد، اعمل ايه؟ اخد حاجات للزور، اخد خافض او مسكن، فيتامين سي قوي المناعه، اموري ما بتتحسنش لا، يبقى انا دخلت من برد لانفلونزا، ايا كان بقى الانفلونزا هتنزل على الصدر ولا ولا هتبقى انفلونزا. فكون ان انا وصلت ان انا اموري ما بتتحسنش وبدات اعراض جديده تظهر، والامور مكمله اسبوع مع كحه بقى مع دي في اعراض كده، لا بنروح للطبيب عشان هو اللي بيحدد نوع الاشعه. مش كده؟
نوع الأشعة طبعا ممكن تبقى أشعة عادية ممكن تبقى مقطعية على حسب السيتويشن اللي احنا شايفينه. طب دكتور رضوى على فكرة برضو هقف عند النقطة دي، لأن في بعض من المرضى بيذهبوا للطبيب والطبيب يقول لهم لا استنوا ما تعملوش دلوقتي الأشعة لأن احنا الإصابة لسه يعني ما وصلتش، أو عايزين نعرف الفكرة في إيه، لا أنت غلطان ليه عملتها دلوقتي، هنستنى بقى أسبوع ونعملها تاني. ماذا عن هذا الوضع بالتحديد؟ بس حضرتك الحته دي بتاعت الكورونا الكورونا احنا ممكن يكون ملتبس بقى الطبيب برضو عشان كده. لا هقول لحضرتك حاجه، احنا الفيروس في الاول خالص بتاع الكورونا كان اول ما بيجي الاصابه بينزل على طول على الصدر، ده كان في الموجه الاولى والثانيه، فكنا دايما نعمل الاشعه بدري بنلاقي الفيروس وصل الرئه تمام، فما كانش بيبقى فيه مشكله. بس التحوير بقى بالظبط مع التحور بتاعه بقى لا ما بينزلش على طول على الرئه الا غير بعد فتره معينه، فبالتالي لو انا عملتها بدري ما مش هيبان حاجه، فانا باخرها شويه عشان ابقى مطمنه ان هو لا يعني هل هو ساب اصابه في الرئه ولا لا، فبناخرها بعد 5-6 ايام. طب التحور اللي حضرتك بتتكلمي عليه برضو بيجي مع احنا كنا بنقول بينزل على الصدر على طول، لكن في اعراض عند البعض بتيجي شكه في الزور التهاب في الحلق، وبالتالي هنا لسه ما نزلش بالظبط، فهنا برضو الوضع بيبقى ايه؟ بصي حضرتك احنا دلوقتي اولا المتحور بتاع كورونا دلوقتي اللي هو البي 5 احنا اعراضه كلها متركزه. لو وصل رقم كم من التحورات؟ ما هو 5 بي 5 دي اخر حاجه اللي هي موجوده واحنا احدث حاجه في السوق يعني اللي احنا كنا لسه مخلصين الموجه بتاعه. ايوه ايوه احنا خلاص على فكره يعني الموطن بقى ياخد باله، بس طبعا هندخل بعد كده بقى يعني مع امور اخرى، بس خلينا في النقطه دي لان احنا يلتبس علينا الامر ونصرف ونروح نعمل اشعه نرجع تاني نعمل اشعه بالظبط. فاحنا بقول لحضرتك احنا المتحورات الاولانيه خالص قولي مثلا لغايه الموجه الرابعه كان بينزل على الرئه على طول، كان في وقت لسه التطعيمات ما كانتش منتشره، الفيروس نفسه ما بقاش يضعف ما كانش لسه ضعيف، فكان بينزل على الرئه. دلوقتي اللي بقول لحضرتك اللي هو البي 5 ده لا هو تركيزه اكتر على الجهاز التنفسي العلوي، فبالتالي من الاعراض بتاعتي الحلق، كون بقى ان انا يبدا يحصل لي كح او اعراض بجهاز تنفسي سفلي برضو بنسيبها كده على حسب الطبيب هل انا محتاج اعمل اشعه وبيناش برضو كل العينين بنعملش اشعه، بتبقى ساعات الامور بسيطه مرتبطه بالجهاز التنفسي لا تحتاج، قد يكون جيوب انفيه مقصره مش بالظبط كده بالظبط كده. فهي الفكره كلها احنا المتحور دلوقتي لا بقى خف كتير، بس هي الفكره كلها ان انا ابقى واخده بالي ان ده ممكن يبقى كورونا وارد قوي قوي مش دور برد عادي تمام. طيب دلوقتي اكيد حضرتك يعني رئيس قسم يعني هذا التخصص بالتحديد، وبالتالي هل فعلا نحن بحاجه الى استعاده الاجراءات الاحترازيه مره اخرى خاصه في هذه المرحله؟ في الداخلين على فتره مدارس وزحمه وجو وتغير جو بمعنى احنا لو مكان زحمه مكان مقفول زي بعد العيد كده يا فندم لقينا ان في نسبه بالزبط. الاصابه بالزبط. كانت اعلى احنا داخلين على فصل برضو الخريف الحراره بتبقى برضو او بعد كده الشتاء الحراره بتبقى مخليه الواحد قافل مفيش اريشن زحمه ممكن يبقى العدد اكبر مع المدارس مع الجامعه كل ده لو انا مضطره ان انا ابقى في مكان فتره طويله وحد وانس حد عنده بقدور برد هيعدي الكل، فلازم ابقى اخد احتياطاتي شويه. الحاجه الثانيه احنا يعني لو اتعودنا ان هو يبقى فيه دايما مسافه امنه زي كده لما بنسوق احنا في العادي القانون المرور بيقول لنا يبقى فيه مسافه بين العربي، بس في اماكن بتضطر يعني جوه اسانسير مثلا بقى في اجتماع بيبقى مكتظ فيه مثلا الموظفين، يعني في بعض الحالات اللي بتضطر فعلا عشان كده ده السؤال هل فعلا لابد ان هيكون لينا لبس ماسكات لما بنلاقي هذا الازدحام مهما كان يا ترى كورونا او مش كورونا ما هي عدوى. ما هو زي ما بقول لحضرتك لا لو في مكان العدد مزدحم فيه مزدحم لا نلبس، وخصوصا ما بقول لحضرتك ما فيش اريشن زي ما حضرتك بتقولي اجتماع ما فيش هواء داخل خارج أيوة. يبقى انا الاسانسير مش هقدر انا اعمل حسابي يبقى في مسافه مثلا بالظبط، يعني احنا مثلا بقول لحضرتك دلوقتي داخلين مثلا على شهر 19 لو احنا في الفتره دي هتلاقي بدأ أعراض برد تظهر مع تغير جو الصبح مختلف عن بالليل لا نلبس الماسك،
اخد احتياطاتي لو حد عنده برد لا ابعد شويه يعني مش لازم نبقى قاعدين جنب بعض قوي. في برضو عاده انا بكلم حضرتك من كتر الصور واكيد حضرتك بتشوفي اكتر مني بكتير ولكن للاسف اول ما نحس ان احنا عندنا مشكله في منطقه الصدر كل يجي يشتري بخاخه حضرتك خلي بالك والله انا بقول لحضرتك ده اللي بيحصل وعايزه اقول برضو الاثار الجانبيه لاستخدام شيء انا مش محتاجه لازم هنا الذهاب للطبيب لتحديد نوع ما اعاني منه. طبعا ايه الاضرار اللي ممكن تلحق باستخدامنا الاشياء حضرتك احنا اي استخدام لادويه من غير يعني اشراف طبي فيها مشكله او شراب الكحه الخاص بالكحه طبعًا. اللي فيه نسبه كورتيزون برضو طبعا ما هي بقول لك ممكن اقراص ممكن حتى مضاد حيوي يعني في ناس انا عندي شكه رحت خدت مش عارفه ايه يطلع حد عنده حساسيه حد عنده مشكله صحيه ما ينفعش ياخد الجرعه دي فطبعا مش بننصح خالص اي حد عنده مشكلة ان هو يلجأ لأدوية بدون استشارة او طبيعي. يلجأ لأصحاب النصائح التطوعية اللي بتودينا في حتة تانية طبعا طبعا يعني هي دي بتبقى مشكلة الحقيقة احنا بحكم حاجات كتيرة مخلية الناس بتعمل كده بس دلوقتي بقى في وعي الحياة شوية ناس بتروح مثلا ممكن يتكشف يا اما تروح في طوارئ بس الفكرة احنا نحاول نزود الوعي بتاع ده عشان انا مش لازم ابقى تعبانة واروح اعالج نفسي بنفسي ولو ما تحسنتش ابدا اروح للدكتور لا اكبر دليل الحمد لله ان الثقافة الصحية التوعوية لدى المرضى اصبحت مختلفة اكبر دليل ان العيادات الخارجية مكتظة بالناس فعلا. وهذا الاكتظاظ ده بيؤكد بالفعل ان احنا بدا عندنا يعني هذه او هذه الثقافة الصحية التوعويه المهمه جدا بالتالي بقى هاجي هنا للناس اللي بتصاب بهذه الحالات وخاصه حساسيه الصدر ولقينا ان في ناس برضو بيبقى اصحاب امراض زي الربو مثلا وحساسيه العاليه او درجه من درجات الحساسيه هنا ازاي اقدر اتعامل سواء مع ابني خلي بالك ده الفئه العمريه اللي تحت ومع ابوي او امي او الفئه العمريه الكبيره احنا طبعا الامراض الصدر اذا كان بقى حد مدخن او حد عنده حساسيه او امراض مزمنه بنقلق منهم ان هو لو جاله دور برد ممكن يتعب صدره ممكن الدور ما يسيبهوش كده سيمبل خالص فاحنا بنقلق جدا جدا بالذات في الفترات اللي هو وارد يجيله دور برد اكتر من غيره يعني الفترات اللي هي بين الفصول اللي هي الفترات ان هو ممكن يبقى دخلة الشتاء فده بالنسبه للصغيرين او بالنسبه للكبار في السن او اللي عندهم امراض مزمنه ناخد احتياطاتنا ان احنا لو جالنا دور برد نكشف من بدري ناخد تطعيم الانفلونزا لو في فرصه ناخد التطعيم او الجرعه المنشطه بتاعه تمام ممكن في الصيف لا احنا دلوقتي احنا بقول لحضرتك احنا في الصيف دلوقتي فتره تقصدي بقى على دخله الشتاء مثلا على دخله الخريف بين الفصول يعني احنا قبل الشتاء بيبقى خريف الجو بيبقى لطيف فيه بالليل قوي تمام بس الصبح ستيل حر ايوه صح ففرق الجو الصبح عن بالليل ده بيخليني القط دوار برد اسرع وبالتالي برضو مرضى الحساسية بيبقوا متأثرين أكتر من غيرهم في قصة إن هو صدره يتعب. طيب هنا عندنا يبقى في مشكلة برضو أساسية الفئات اللي حضرتك قلتيها أو يعني الشرايح اللي إحنا اتكلمنا عنها دول بقى بيعانوا كمان دليل أو مؤشر من جهاز المناعة عندهم بقى ضعيف يعني أكيد مش قادرين إلى حد ما. يلقطوا بدري طبعا أو أسرع دور البرد مظبوط. أهم النصايح كده وإحنا يعني لازم يعني نقول بنستغل كده الفرصة نقابل حضراتكم عشان تدونا النصايح المهمة والخاصة جدا خاصة بالنسبة للفترة دي. احنا بنتكلم على يعني قرب انتهاء الصيف هو مخلصي بس قرب انتهاء الصيف داخلين على فتره هي حرجه شويه بتبقى الجو لطيف وكل حاجه بس بتبقى حرجه شويه ان انا ممكن القط دوار برد اسرع من الاخرين فانا بقدر المستطاع اتجنب دوار البرد اتجنب ان انا اقعد في هواء ساقع واخرج منه استنى شكل من الرطوبه في رطوبه بنعاني من رطوبه ودرجه حراره عاليه ونبقى عرقانين ونروح داخلين بقى ما انا بقدر المستطاع اتجنب ده وقوي مناعتي من بدري بدري لو انا عندي دور برد او بدات اعراض اخد بقى سوائل دافيه اقوي المناعه بزياده الامور تطورت اروح استشير الطبيب ناخد تطعيماتنا بيبقى برضو داخلين في شهر 10 لو حد عنده بياخد ادويه بيلتزم بيها عشان اعرف حضرتك بقى في ناس برضو انا بقيت كويس دلوقتي لا انا واقف العلاج بتاعي لا نلتزم بحاجتنا قوي مناعتي احسن الحاله الصحيه النفسيه عشان برضو دي بتفرق جدا الاكل الصحي الكلام ده كله هيعدينا ان شاء الله المرحله بتاعت انتقال بين الفصول بامان ان شاء الله وختامه مسك على فكره دكتوراه وقالت الحاله النفسيه
يعني انا ممكن اكون يعني برضو نفسيا مكتئبه وعندي شيء، فتلاقي المرض يعني ممكن يكون يتملك مني اكتر لان هنا مناعتي بتبقى قليله وهكذا بقى. فاعتقد هنا الدعم المعنوي يا جماعه مهم قوي، لما الاقي حد كده عنده برد لا فوق كده وان شاء الله تبقى زي الفل. بالظبط كده. طبعا كلها نصائح احنا يعني محتاجينها، ولكن بقول ان احنا لابد ان احنا نستعيد هذه الاجراءات الاحترازيه في الاماكن زي ما اقول المغلقه والمزدحمه، دي مهمه جدا يا جماعه. نرجع نحط الماسكات تاني في شنطنا بالنسبه للنساء طبعا والرجال في جيوبهم، لان ده شيء مهم قوي قوي الفتره القادمه ان شاء الله. نتمنى لحضراتكم مزيد من الصحه والعافيه، ونشكر حضرتك جدا وجودك معانا، ودايما كده بتمدونا بخبراتكم وتخصصاتكم بما يفيد كل فرد ان شاء الله. بشكر لحضرتك.